السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني التجاري، بحييكم من قناة مصر للتعليم الفني. أهلا ومرحبا بكم معايا النهاردة في حلقة جديدة من حلقات برنامج في بيتنا مدرسة. حلقتنا النهاردة إن شاء الله هتكون لطلبة الدبلوم الصف الثالث الثانوي التجاري شعبة الشؤون القانونية. النهاردة إن شاء الله هتكون مادتنا مادة مبادئ قانون العقوبات. النهاردة إن شاء الله المادة اللي هنشتغلها مادة مبادئ قانون العقوبات. دي النهاردة الحلقة الثالثة أو الدرس الثالث اللي هنشرحه فيها. طيب، عايز أفكركم بالدروس اللي إحنا شرحناها قبل كده. اتكلمنا أول حلقة عن جرائم الاعتداء على أمن الدولة سواء من جهة الداخل أو الخارج، واتكلمنا بعد كده على الجرائم الأموال العامة، وقلنا إن هي خمس جرائم: الرشوة، الغدر، التربح، الاستيلاء على المال العام، واختلاس المال العام. اتكلمنا في الحلقة الثانية على الجرائم اللي بتكون واقعة على الأشخاص زي القتل، وقلنا كل أنواعه. طيب، النهاردة الحلقة بتاعتنا إن شاء الله هتكون عن جرائم الاعتداء على الأموال. طب هندرس فيها إيه؟ هندرس فيها جريمة السرقة، جريمة النصب، جريمة خيانة الأمانة. زي ما احنا متعودين قبل ما بنشتغل الدرس الجديد لازم نعمل مراجعة على الدروس اللي احنا خدناها قبل كده، وزي ما احنا عارفين برضو ان المراجعة دي ما بتبقاش في صورة عناوين رئيسية، لا، احنا بناخد اسئلة واجوبة مجمعة عشان نوصل الدروس اللي احنا خدناها قبل كده بالدروس الجديدة. ليه برضو؟ عشان انت تكون كطالب انت مراجع المادة وبتذاكرها اول باول، وبتراجع الدروس اللي قبل كده خدتها وبتوصلها بالدرس الجديد، عشان ما فيش اي مادة تنساها او ما فيش اي جزء في الدروس تنساه. المادة بتاعتنا او مادة قانون العقوبات عموما زي ما احنا عارفين بتفيدنا في حياتنا العامة، كلنا بنسمع عن جرائم قتل، عن جرائم سرقة، عن جرائم نصب. لازم تكون انت كطالب فاهم المادة عشان تقدر بعد كده تتعامل بيها في حياتك اليومية، لانها مادة ثقافة عامة، مش مجرد مادة انا بدرسها وباجي بعد كده مجرد ما امتحن اقول خلاص انا مش هعرف المادة دي تاني او مش هذاكر اي حاجة فيها تاني. لا، هي مادة ثقافة عامة، بمجرد ان انت ما هتعرفها هتلاقي نفسك ان انت بتعرف تتعامل في حياتك اليومية وتبقى فاهم تتعامل مع الناس ازاي، بمعنى اصح تقدر تعرف حقوقك وتقدر تعرف ايه واجباتك. تعالوا زي ما احنا متعودين هنعمل اسئله، وزي ما احنا فاهمين ان احنا بنعملها عشان نبقى بنتدرب من دلوقتي على اسئله الامتحان، عشان ان شاء الله ما فيش سؤال في الامتحان يجي لك تلاقي ان انت مش عارف تحله ايا كان نوع السؤال بقى. بمعنى اصح ان احنا بتجيلنا المعلومه ممكن تجيلي صح وغلط، ممكن تجيلي صوره اكمل، ممكن يجيلي مصطلح. ايه اللي يخليني اقدر احل اي نوع من انواع الاسئله؟ لما اكون انا فاهم المعلومه. لو انا مش فاهمه ومجرد ان انا حافظه زي ما احنا متعودين مش هقدر ان انا احل اي سؤال، او لو جالي سؤال زي ما انا عارفاه لو جالي بمعنى تاني او بطريقه تانيه انا مش هعرف احله. تعالوا نبتدي مع بعض الاسئله اللي احنا بنبتديها اول كل حلقه. السؤال الاولاني بيقول لي عرف جرائم الاعتداء على امن الدوله من جهه الخارج. هقول له الإجابة هي الجرائم التي تنطوي على الإضرار أو الاعتداء أو المساس باستقلال الدولة أو سيادتها أو مصالحها القومية. السؤال اللي بعده عرف جرائم السعي أو التخابر لدى دولة أجنبية. هقول له هو كل صور الاتصال سواء كان مباشر أو غير مباشر بهذه الدولة إيه؟ الأجنبية. السؤال بيقول لي عرف السعي. هقول له هو كل عمل أو نشاط بيصدر من الجاني اللي هو اللي عمل الجريمة اللي هو بيسعى بيتجه به إلى مين؟ إلى الدولة الأجنبية لأداء خدمة معينة ليها مما يقع تحت طائلة طبعا إيه؟ التجريم. لازم يكون الخدمة اللي عملها دي بيجرمها إيه؟ القانون. عرف التخابر. التخابر هو التفاهم غير المشروع بمختلف صوره بين الجاني نفسه وبين الدولة الأجنبية، سواء كان التفاهم ده أو كان الاتصال ده مشروع أو صريح أو ضمني، ولازم طبعا يكون غير مشروع، وسواء تم عن طريق سعي الجاني نفسه إلى الدولة أو إن الدولة هي اللي سعت لمين؟ إلى هذا الشخص. السؤال اللي بعده تقوم جريمة السعي أو التخابر لدى دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مصر على توافر ركنين، إيه هما؟ هنقول أول ركن الركن المادي وهو يتمثل في السعي أو التخابر لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها. نشوف الركن الثاني هو الركن المعنوي، هو القيام بأعمال عدائية ضد جمهورية مصر العربية. سين عقوبة جريمة السعي أو التخابر للقيام بأعمال عدائية ضد مصر إيه هي؟ الإجابة الإعدام، ملهاش عقاب إلا كده. السؤال اللي بعده تقوم جريمة السعي أو التخابر لمعاونة دولة معادية أجنبية معادية في عملياتها الحربية أو الإضرار بالعمليات الحربية للجمهورية على توافر ركنين، إيه هما؟ أول حاجة الركن المادي وهو السعي أو التخابر لدى هذه الدولة الأجنبية اللي هي بتكون معادية أو أحد ممن يعمل لمصلحتها.
اتنين الركن المعنوي، القصد الجنائي العام، وان اللي هو ان يعلم الجاني بانه يسعى ويتخابر مع دولة اجنبية معادية او احد ممن ايه يعمل لمصلحتها. السؤال اللي بعده، عقوبة جريمة السعي او التخابر لمعاونة دولة اجنبية معادية في عملياتها الحربية او الاضرار بالعمليات الحربية للجمهورية، ايه هي العقوبة؟ الاعدام. تكون جريمة السعي أو التخابر الذي من شأنه الإضرار بمركز الدولة الدبلوماسي أو الحربي أو السياسي أو الاقتصادي على توافر ركنين. أول حاجة الركن المادي، وهو بيتكون من إيه؟ بيتكون من النشاط الإجرامي وهو السعي أو التخابر للدولة دي. تاني حاجة بيقول لي إن الركن المادي بيتكلم عن الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي. تاني ركن عندي اللي هو الركن المعنوي، اللي هو ايه؟ هو علم الجاني بانه سعى او تخابر مع دولة اجنبية او شخص بيعمل ايه لمصلحتها. عقوبة بقى الجريمة دي في حالة الحرب ايه؟ وهنشوف دلوقتي السؤال بيقول لي عقوبتها في حالة السلم. طب في حالة الحرب، هنا بيقول لي الاجابة السجن المشدد او السجن المؤبد اذا توافر قصد ايه؟ الاضرار. طب عقوبة بقى الجريمة زي ما لسه قايلين في حالة السلم، السجن او السجن المشدد اذا توافر قصد الاضرار. طب هنقول بقى السؤال اللي بعديه بيقول لي عرف جرائم الاعتداء على امن الدولة من جهة الداخل، هي اللي بتنطوي على الاعتداء على النظام الداخلي للدولة والمساس بالامن والاستقرار اللي بيتمتع به الناس. السؤال اللي بعديه بيقول لي الركن المادي لجريمة محاولة قلب نظام الحكم بينطوي على المحاولة فقط؟ هقول له لا، بينطوي على المحاولة واستعمال القوة. السؤال اللي بعديه بيقول الركن المعنوي لجريمة محاولة قلب نظام الحكم هو وجوب توافر قصد عام؟ هقول له غلط، وجوب توافر قصد خاص، وهو ان بتتجه نية الجاني ده الى ايه؟ حدوث الانقلاب داخل الدولة. عقوبة جريمة محاولة قلب نظام الحكم ايه وايه؟ هقول له السجن المؤبد او السجن المشدد. متى تكون عقوبة جريمة محاولة قلب نظام الحكم هي الاعدام؟ امتى تبقى العقوبة الاعدام؟ هقول له الإجابة إذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة. دايما أي جريمة بتقع من عصابات مسلحة أو أشخاص بيحملوا سلاح يبقى لازم على طول هتشدد العقوبة. ليه؟ لتوافر هنا الظرف المشدد زي ما لسه قايله اهو، بالنسبة لمؤلف العصابة ومن يتولى إيه زعامة هذه العصابة. طب ما هي صور الركن المادي لجرائم تأليف التنظيمات المناهضة للدولة أو الاشتراك فيها أو الترويج لأفكارها؟ هقول له الإجابة 1- تأليف التنظيمات المناهضة لنظام الدولة، 2- الاشتراك في التنظيمات المناهضة لنظام الدولة، 3- الترويج للأفكار المناهضة، 4- حيازة وسائل التعبير عن الأفكار المناهضة ايه للدولة. ما هي عقوبة جريمة تأليف وإدارة التنظيمات اللي بتكون مناهضة للدولة؟ هقول له الإجابة العقوبة هي السجن المشدد مدة لا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل على 100 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه. السؤال اللي بعديه بيقول تشدد العقوبة في حالة ايه بقى؟ استعمال القوة الى ايه وغرامة لا تقل عن ايه ولا تزيد عن ايه؟ هقول له تشدد العقوبة في حالة استعمال القوة الى السجن المشدد وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز او يعني ما تزيدش عن ايه 2000 جنيه. ما هي عقوبة جريمة الاشتراك في التنظيمات المناهضة؟ هقول له الإجابة هقول له الجريمة إذا وقعت مخالفة للمادة 98 ألف بتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 50 جنيه ولا تزيد على إيه؟ على 200 جنيه. السؤال اللي بعديه بيقول لي الجريمة إذا وقعت مخالفة بقى للمادة 98 ألف مكرر بتكون العقوبة مدة لا تزيد عن إيه وغرامة لا تقل عن إيه ولا تجاوز إيه؟ هنا بتكون مدة لا تزيد عن 5 سنوات والغرامة لا تقل عن 50 جنيه ولا تجاوز إيه 500 جنيه. ما هي عقوبة جريمة الترويج للأفكار المناهضة؟ السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه. ما هي صور الركن المادي لجرائم التحريض والاتفاق والتشجيع والدعوة إلى ارتكاب بعض جرائم الاعتداء على أمن الدولة الداخلي؟ هقول له الإجابة 1- التحريض، 2- الاتفاق، 3- التشجيع، تلاقوها جاية من اسم الجريمة بالظبط، 4- الدعوة إلى الاتفاق الجنائي إيه؟ غير المقبول. يعاقب على التحريض بإيه أو إيه؟ بالسجن المشدد أو السجن. ما هي عقوبة الاتفاق الجنائي ومتى تشدد العقوبة؟
السجن المشدد او السجن دي عقوبه الاتفاق الجنائي. طب بتشدد العقوبه امتى بقى؟ بتشدد على من حرض على هذا الاتفاق بالاشغال الشاقه المؤبده. يعاقب على التشجيع بايه او ايه؟ بالسجن المشدد او السجن. السؤال اللي بعده بيقول لي يعاقب على الدعوه الى الاتفاق الجنائي غير المقبول بايه؟ بالحبس. عرف جريمه الرشوه. هي اتجار الموظف العام في اعمال وظيفته عن طريق طلبه او قبوله او اخذه وعدا او عطيه مقابل قيام بعمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه. طب من هم بقى طرفي جريمه الرشوه؟ هنا المرتشي، اتنين الراشي. مين هو المرتشي؟ هو الموظف العام اللي بياخد الرشوه، اما الراشي هو صاحب المصلحه اللي بيعرض الرشوه او اللي بيقدم ايه؟ الرشوه. السؤال اللي بعديه بيقول لي الراشي في جريمة الرشوة هو الموظف العام اللي أخذ الرشوة؟ هقول له الإجابة غلط، هنا المرتشي هو اللي أخذ إيه؟ الرشوة. طب المرتشي في جريمة الرشوة هو صاحب المصلحة اللي بيعرضها أو بيقدمها؟ لا، هقول له الراشي. يعتبر المرتشي ممثلا لأحد طرفي الرشوة أو كليهما من أجل تحقيق مصلحتهما فهو شريك في الجريمة؟ لا طبعا، هو الطرف الثالث اللي هو اسمه إيه؟ الرائش، هو بيبقى إيه؟ الوسيط بينهم. أركان جريمة الرشوة: صفة الجاني، الركن المادي، الركن المعنوي. تعالوا أفكركم بحاجة مهمة قوي عشان دي هتقابلنا في كل الجرائم اللي احنا هنشتغل عليها في قانون العقوبات. أي جريمة هقولك عليها أيا كانت، لما أقولك إيه أركانها هتقولي ركنين، ركن مادي وركن معنوي. الركن المادي اللي هو إيه؟ هقول لكم مثال هيفهمكم ببساطة كده يعني إيه ركن مادي وركن معنوي. أنا دلوقتي راح لواحدة صاحبتي بس أنا متضايقة منها ومتخانقة معاها وراحة أنا في نيتي إن أنا هضربها، خلاص؟ هل حد يعرف النية اللي جوايا دي؟ طبعا محدش يعرف النية اللي جوايا، ولا صاحبتي نفسها تعرف النية دي، بس انا رحت وبالفعل لما دخلت عندها البيت اتخانقت معاها ورحت ضرباها، عملت لها مستديمة، موتها، ايا كان انا عملت ايه، سرقت حاجة من بيتها، ايا كان اللي انا عملته. المهم هل النية اللي جوه دي حد يعرف عنها حاجة؟ او هل حد يعرف ان انا راح اعمل ده؟ لا، يبقى ده اللي هو الركن المعنوي. لما اقول لك الركن المعنوي هتقول لي فيه ايه؟ عنصرين، العلم والاراده. يعني انا كنهى اهو عارفه كويس قوي ان اللي انا بعمله ده جريمه بيعاقب عليها القانون، والاراده يعني انا راحه وانا مصممه وانا هعمل الحاجه دي على الرغم من علمي بان بيعاقب عليها ايه؟ القانون. يبقى اللي انا قلته عليه ده اللي هو الحاجه الداخليه اللي محدش يعرف عنها حاجه اللي هو القصد الجنائي، هو ده الركن المعنوي. طب المادي ايه بقى؟ النيه طلعت وتم تنفيذها. يعني انا بالفعل كان عندي نيه للسرقه ورحت المكان اللي انا هسرقه وبالفعل سرقت، يبقى في الحاله دي حصل ايه؟ اتحولت من نيه لايه؟ لمظهر خارجي او لفعل، يبقى هو ده اللي اسمه ايه؟ الركن المادي. يبقى اي جريمه في قانون العقوبات هقول لك اركانها ايه؟ هتقول لي مبدئيا مادي ومعنوي. بعد كده في جرائم زي ما عرفنا طبعا ساعه الاموال العامه قلنا، او جرائم الاموال قلنا ان في جرائم فيها خمس اركان، في جرائم فيها اربعه، في جرائم فيها ثلاثه زي الرشوه دلوقتي، لكن الاساس عندي مين زي ما اتفقنا؟ مادي ومعنوي. طيب هنيجي للسؤال اللي بعده. المشرع قرر توقيع عقوبة الرشوة في حالتين لم يتطلب فيها صفة الموظف العام في الجاني، ايه هم؟ اول حاجة رشوة الاطباء، والعقوبة هنا بتكون الحبس او الغرامة لا تجاوز كام؟ 500 جنيه. اتنين رشوة شهود الزور. عناصر الركن المادي بقى في جريمة الرشوة: السلوك الاجرامي في الرشوه اللي هو انه طلب او قبل او ايه او اخذ، يعني في فعل اتعمل اللي هو زي ما لسه قايله لكم المظهر الخارجي او الفعل اللي اتعمل. اتنين سبب الرشوه وهو انه يؤدي عمل من اعمال وظيفته او يمتنع عن عمل من اعمال وظيفته او يخل بواجبات ايه؟ وظيفته. طب ينطوي بقى الركن المعنوي زي ما لسه قايلين اهو دلوقتي احنا اظن خلاص حفظنا وفهمناها على عنصرين، ايه هما؟ هقول له على طول العلم والاراده. يعاقب الراشي في والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، هقول له الإجابة صح. أركان جريمة الراشي: الركن إيه والركن إيه؟ الركن زي ما اتفقنا بقى مادي ومعنوي. أولا بقى الركن المادي اللي هو إيه؟ يتحقق الإرشاء بمجرد اتفاق الراشي مع الموظف العام مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن هذا العمل أو الإخلال بواجبات إيه؟ وظيفته. طب الركن بقى المعنوي: يجب أن يتوفر العلم لدى الراشي بصفة المرتشي اللي هو إن ده موظف عام، وإن الرشوة اللي بيعرضها عليه أو بيقدمها ليه هتكون مقابل إتجار الموظف ده بأعمال إيه؟ وظيفته. أركان جريمة الوسيط: الركن زي ما إحنا قلنا بقى الركن المادي والركن المعنوي، إحنا كده خلاص حفظنا المعلومة. طب الركن المادي اللي هو إيه؟
إذا كان الوسيط نائبا عن المرتشي فإن الركن المادي يتحقق بمجرد تقدمه للراشي طالبا الرشوة أو قابلا لها أو إيه أو آخذا إياها. طب إذا كان بقى نائبا عن الراشي هنا الركن المادي ما بيتحققش إلا إمتى؟ إذا صادف العرض قبول من مين؟ من المرتشي. طب إذا اقتصر بقى دور الوسيط على مجرد إن هو عرض الرشوة أو قبول الوساطة في الرشوة، هنا بيعتبر العرض والقبول في حد ذاته جريمة مستقلة، بيعاقب عليها مين؟ بيعاقب عليها بعقوبة أخف من العقوبة المقررة لإيه؟ للرشوة. ثانيا الركن المعنوي بيتوافر بعلم الوسيط بأركان الجريمة التي يريد المساهمة إيه؟ فيها. السؤال اللي بعده، يعاقب على الرشوة بعقوبة أصلية وتكميلية وتبعية، اذكر كل منهما. أولا العقوبة الأصلية هي السجن المؤبد، وللمحكمة إن هي تنزل بالعقوبة من السجن المؤبد إلى السجن المشدد أو السجن. إمتى؟ إذا اقترنت الجريمة بأحد الظروف المخففة. ثانيا العقوبات التكميلية هي الغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به اللي هي مبلغ الرشوة، به المصادرة. ثالثا العقوبات بقى التبعية، بيعزل من وظيفته وبتسقط عنه العضوية النيابية العامة أو المحلية ولا تقبل شهادته أمام القضاء إلا على سبيل إيه؟ الاستدلال. طب بتشدد بقى عقوبة الرشوة في حالتين، إيه هما؟ أول حاجة تضاعف الغرامة إلى 2000 جنيه كحد أدنى وضعف قيمة ما أعطى أو وعد به كحد أقصى، وذلك إذا كان الغرض من الرشوة إيه؟ هو الامتناع عن عمل من أعمال الوظيفة أو الإخلال بإيه؟ بالوظيفة. تاني حاجة بيقولي إذا كان الغرض من الرشوة ارتكاب فعل بيعاقب عليه القانون بعقوبة أشد من العقوبة المقررة لإيه؟ للرشوة. إيه هي موانع العقاب؟ إيه اللي يمنعني عن العقاب في أي جريمة؟ يا إما إن أنا بخبر السلطات بالجريمة أو إن أنا بعترف بالجريمة، هو ده اللي يمنع إيه؟ من عقابي. السؤال اللي بعده، يجب أن يتوافر في الركن المادي لجريمة عرض الرشوة دون قبولها عنصر عرض الرشوة فقط، لأ، عرض الرشوة وعدم قبول الرشوة. عقوبة جريمة عرض الرشوة دون قبولها إذا كان عرض الرشوة على موظف عام هي إيه؟ هي السجن وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه. عقوبة جريمة بقى عرض الرشوة دون قبولها إذا كان عرض الرشوة لغير الموظف العام إيه هي؟ الحبس لمدة لا تزيد على 2 سنين أو غرامة لا تجاوز كام؟ 100 جنيه. عرف بقى جريمة اختلاس المال العام تاني جريمة من جرائم الأموال. كل موظف عام اختلس أموال أو أوراق أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته وبيعاقب بالسجن إيه؟ المشدد. إيه هي أركان الجريمة؟ اتفقنا هقول مادي ومعنوي وهشوف إيه الأركان التانية. أول حاجة صفة الجاني، 2 محل الجريمة، 3 الركن المادي اللي هو فعل الاختلاس، 4 الركن المعنوي اللي هو القصد إيه؟ الجنائي. طب ايه هي الحالات بقى اللي بيشدد فيها العقاب من السجن المشدد الى السجن المؤبد في جريمة اختلاس المال العام؟ هقول له الاجابة. 1 اذا كان الجاني من مأمور التحصيل او المندوبين له او الامناء على الودائع او الصيارفة وسلم اليه المال بهذه الصفة يبقى بتشدد عليه العقوبة. طب اذا ارتبطت بقى جريمة الاختلاس بجريمة تزوير او استعمال محررات مزورة ارتباط لا يقبل التجزئة. رقم 2 دي اتفقنا ان هي بتكون معايا في كل الجرائم، لو دي موجودة لازم تشدد العقوبة على طول. 3 اذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب وترتب عليها اضرار بمركز البلاد ايه؟ الاقتصادي. طب ايه هو بقى محل جريمة اختلاس المال العام؟ هقوله يجب ان يكون موضوع الجريمة اموال او اوراق او غيرها وجدت في حيازة مين؟ الموظف بسبب وظيفته. للركن المعنوي في جريمة اختلاس المال العام، طب خلاص احنا عرفنا بقى دلوقتي الاجابة، هقوله عنصرين، مين هما؟ العلم والارادة. يعاقب على جريمة اختلاس المال العام بعقوبة اصلية وعقوبة تكميلية، وهنا وهناك في تدابير يجوز الحكم بيها، ايه هما؟ اول حاجة العقوبات الاصلية هي السجن المشدد، وبتكون السجن المؤبد اذا امتى؟ اذا انطبقت على الجاني احدى الثلاث حالات اللي تشدد فيها العقوبة اللي لسه قايلينها. طب العقوبة بقى التكميلية وهي وجوبية، يعني لازم يحكم بها القاضي، ايه هي؟ عزل الجاني من وظيفته وبتزول صفته، 2 غرامة مساوية لقيمة الشيء اللي هو اختلسه او المبلغ اللي اختلسه او الورق اللي اختلسه، الموظف ده بشرط الا تقل عن كام؟ 500 جنيه. 3 رد ما اختلسه ايه؟ الجاني. 3 حاجة التدابير التي يجوز الحكم بيها، ايه هي؟ 1 الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تزيد على 3 سنوات، 2 حظر مزاولة النشاط الاقتصادي اللي وقعت الجريمة بمناسبته او بسببه مدة لا تزيد على ايه؟ على 6 اشهر.
ثلاثة بيتم وقف الموظف ده عن عمله بدون مرتب أو براتب مخفف لا يزيد على 6 أشهر. 4 بيقول لي بيتم العزل مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات بتبدأ من إمتى؟ من نهاية تنفيذ العقوبة أو من انقضاء العقوبة لأي سبب. 5 بيتم نشر منطوق الحكم الصادر بالإدانة للموظف ده بالوسيلة المناسبة وبيكون على نفقة المحكوم عليه اللي هو إيه؟ الموظف. تعالوا بقى نبتدي الدرس النهاردة بتاعنا اللي هو الدرس الثالث أو الحلقة بتاعتنا الثالثة اللي هي جرائم الاعتداء على الأموال. طب هندرس فيها ايه؟ هندرس جريمة السرقة وبعد كده جريمة النصب بعد كده جريمة خيانة الأمانة. تعالوا الأول نقول جرائم الاعتداء على الأموال عموما بتشمل ايه؟ بتشمل جرائم الاعتداء على ملكية المال حيث يقوم بها الجاني بالاستيلاء على مال منقول مملوك للغير بنية تملكه. هنقول مثال، أنا دلوقتي هو القلم ده بتاعي صح؟ القلم ده ملكي. طيب انا معدي جنبي موتوسيكل، معدي جنبي عربيه، ايا كانت الوسيله، المهم راح عامل ايه؟ خطف مني القلم. طب هو ده مش بتاعي، مش ملكي؟ تمام. لما هو خده هل هو كان واخده يستلفه؟ هل هو كان بيستعيره مني ولا هو خده مني انا عشان يدخله من حيازتي لحيازته؟ يبقى هي دي اسمها جرائم السرقه، اللي هي جرائم ايه؟ سرقه الاموال، انه بيدخل الشيء ده من حيازتي انا لحيازته. وبياخده مني بمزاجي؟ لا طبعا، لو خده مني بمزاجي هنعرف دلوقتي هتبقى ايه، لكن لو خده مني غصب عني يبقى هي دي اسمها جرائم السرقه، انه بياخد مني الحاجه بدون رضايا وانا بكون مش موافقه على ان انا ادهوله، انما هو خده بايه؟ بوسيله من وسائل القوه. طيب بعد كده بيقول لي جرائم الاموال بقى هي الجرائم اللي بتقع اعتداء على العناصر الايجابيه للذمه الماليه للغير. ما هو لو انا خدت ده، انا القلم هو بتاعي، رحت انا واخدها حطها في شنطتي ومشيت، انا كده ابقى سرقته؟ انا كده ابقى اعتديت على مال الغير؟ لا. انما امتى يعتبر اعتداء على مال الغير؟ لما يجي حد تاني يقوم واخده مني غصب عني باي وسيله من وسائل القوه وياخده يحطه في حيازته ويمشي. يبقى في الحالة دي ايه؟ هو خده زي ما قلنا من حيازتي لحيازته، وخده مني ايه؟ اعتدى على حقي او على مال الغير اللي هو ايه؟ مالي انا. يبقى هو بالنسبة له اسمه ده ايه؟ مال الغير. يهدف المشرع بقى هنا بالعقاب على هذه الجرائم الى ايه؟ الى حماية صاحب المال. يبقى هنا المشرع بيعاقب اللي بيسرق او اللي بيختلس او اللي بينصب، ليه؟ عشان يحافظ على ايه؟ على صاحب المال وبيحمي ايه؟ ماله. إذ هو الذي إيه؟ يتأثر بارتكاب إيه؟ الجريمة. طب نشوف بقى الاتفاق والاختلاف بين الثلاث جرائم اللي هي السرقة والنصب وخيانة الأمانة. أول حاجة هما بيتفقوا في إيه؟ المحل اللي هو السبب أو الداعي أو اللي بناء عليه تمت الجريمة، اللي هو إيه؟ المحل اللي بتقع عليه الجريمة في كل منهما يقع على مال مملوك للغير. التلات جرائم بيشتركوا في إيه؟ إن المحل بتاعهم مال مملوك للغير. هذه الجرائم من الجرائم العمدية اللي بيتخذ فيها الركن المعنوي صورة ايه؟ القصد الجنائي العام، وكذلك الركن الخاص اللي بيتمثل في ايه؟ بان توافرت نية تملك الشيء. ما هو طبيعي هو لما جه ياخد مني الشيء ده او لما جه ياخده، مش هو كان عنده قصد جنائي اللي احنا بقى فهمناه من شوية، ان هو كان من جواه عارف كويس قوي ان اللي بيعمله ده سرقة وان هو هيسرق وان الشيء ده ملك لغيره، يبقى لازم يتوافر ايه؟ القصد الجنائي اللي هو القصد العام والقصد الخاص. طب بيختلفوا في ايه بقى؟ هنا بيختلف في كل منهما في الوسيلة اللي بيقع بناء عليها الاعتداء على ايه؟ على المال. كل واحد فيهم ليه وسيلة مختلفة وهنعرفهم دلوقتي. هنمسك اول حاجة جريمة السرقة، اول حاجة هنتكلم عليها. طب تعالوا نعرف السرقة. هي كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق. هو زي ما احنا لسه قايلين المثال اهو، هو خد مني ده غصب عني يبقى سرقه، يبقى بناء على كده ايه؟ هو اختلس المال ده. طب هو مملوك لي؟ لا، هو مملوك لمين؟ ليا انا شخصيا. يبقى في الحاله دي اسمه اختلس ايه؟ مال مملوك للغير. طيب تعالوا بقى بعد كده نقول اركان جريمه السرقه. ركن مادي اللي هو فعل الاختلاس اللي هو فعل السرقه، محل الجريمة وهو المال المنقول المملوك للغير اللي هو تم سرقته، ركن معنوي زي ما احنا بقى خلاص عرفنا دلوقتي أركان بنقولها ازاي، ركن معنوي بيتخذ صورة ايه؟ القصد الجنائي. تعالوا نتكلم أول حاجة عن الركن المادي اللي هو فاعل الاختلاس اللي هو فاعل السرقة. يقصد بالاختلاس ايه؟ إن بيتم الاستيلاء على حيازة الشيء بغير رضاء مالكه، زي ما لسه قايلين تم الاستيلاء على الحاجة دي مني بدون رضائي. ما هو لو خدها برضايا يبقى كده هو ما سرقهاش، لكن ممكن يكون استعارها مني، ممكن أكون أنا اللي اديتها له، إنما لو خدها مني غصب عني يبقى هنا بتقع جريمة السرقة وهنا بالفعل حصل اختلاس لأنه اعتدى على مال الغير وخده مني إيه؟ بدون رضايا.
طب الاختلاس بقى بيعني ان في تم استيلاء على الحيازه القانونيه للشيء دون رضاء المالك او الحائز اللي هو انا المالك للالم ده او انا الحائز ليه يعني معايا في حوزتي. يبقى في الحاله دي هو لو خده زي ما لسه قايلين بدون رضايا يبقى بالفعل حصل ايه؟ اختلاس اللي هو اسمه ايه؟ جريمه السرقه. سواء كان الشيء ده في حيازه المجني عليه اللي هو معايا انا او كان تحت اليد العارضه للجاني اللي هو ايه؟ يعني معايا. طيب الاختلاس لا يتحقق الا بتوافر عنصرين، ايه هما؟ ان تم الاستيلاء على الحيازه وعدم رضاء المجني عليه. تم بالفعل الاستيلاء على الشيء ده اللي هو بتاعي اللي هو ملكي وتم بناء على ايه؟ عدم رضائي. يبقى هنا طب بالفعل حصل ايه؟ حصل اختلاس. يتحقق بقى الاستيلاء على الحيازة بكل حركة عضوية إرادية يأتيها الجاني بيكون من شأنها إيه؟ إن يتم إخراج الشيء ده من حوزتي أنا اللي هو الحائز لي أو المالك لي أو اللي الشيء ده معايا أو مالكه وإدخله في إيه؟ في حيازة مين؟ الجاني اللي هو عمل إيه؟ الجريمة. هو أيا كانت الوسيلة المستخدمة في ذلك سواء كان إيه؟ يا إما خطفوا مني، نزعوا مني يعني انتزع الشيء ده مني طبعا بدون رضايا وبالقوة، أو نقلوا من حيازتي إلى إيه؟ إلى حيازته. وسواء كان بواسطة مين؟ الجاني نفسه اللي هو بيعمل الجريمة أو اللي السارق نفسه، أو بواسطة وسيلة أخرى بيستعين بها الجاني في ذلك. يعني هو بيستعين مثلا ممكن اكون انا ايه لقيت ان في مثلا طفل صغير جاي مثلا مع واحد ادي وسيله هو واستعمل وسيله مش هو بنفسه اللي سرق، انما مثلا جاب معاه طفل صغير عشان الطفل ده يجي مثلا عايز مني فلوس او عايز مني حاجه او اساعده باي حاجه. هو في الحاله دي ايه؟ خد مني المحفظه بتاعتي او خد مني الشنطه، خد مني السلسله بتاعتي. يبقى في الحاله دي ايه؟ هو استعان بوسيله ثانيه عشان ايه؟ ينفذ جريمته او يتم ايه؟ السرقه. كذلك يتعين لتحقيق الاختلاس توافر عنصر عدم رضا المجني عليه، ما هو طبيعي لازم يكون ايه؟ بدون رضايا او بدون ايه؟ بدون موافقتي، لان لو قلنا بموافقتي يبقى ايه؟ ما حصلش سرقه. لا يتحقق بقى الاختلاس اذا كان الشخص قد اخذ الشيء برضاء ايه؟ صاحبه، زي ما لسه قايلين. يجب ان يكون هذا الرضاء صحيحا سواء كان صريح او كان رضاء ايه؟ ضمني. ويجب ان يكون هذا الرضاء سابق او معاصر لفعل الاختلاس اللي هو فعل السرقه. ان كان الرضاء لاحق لفعل الاختلاس يعني بعد الاختلاس فلا يؤثر هذا ايه على قيام جريمه السرقه. طب التسليم بقى اللي بيمنع من قيام الاختلاس يقصد به نقل حيازه الشيء الى مين؟ الى الجاني. فاذا ترتب على تسليم الشيء نقل حيازته الى المستلم فإن استيلاء هذا المستلم على هذا الشيء لا يعد إيه؟ هنا ما بيعتبرش خلاص الاختلاس. ليه؟ لأن تم تسليمه بالفعل، أنا سلمت الشيء ده برضايا، يبقى تسليمه بيعتبر إيه؟ بيترتب على تسليم الشيء ده انتقال الحيازة مني إلى المستلم، يبقى بالتالي هنا مش هتقع جريمة إيه؟ اختلاس. طب لكي بقى يتحقق التسليم أثره، عشان يحقق أثره هنا الناقل للحيازة وبالتالي عشان ينفي وجود جريمة الاختلاس أو السرقة لازم يكون في ثلاث شروط أو ثلاث عناصر، إيه هما؟ يجب أن يكون التسليم حاصل عن إرادة معتبرة قانونا، يعني إيه؟ يعني صادر عن إرادة حرة مميزة، يعني انا ما جاش حد غصبني، ما جاش حد مثلا هددني، ما جاش حد قال لي مثلا هضربك مثلا او هيتم الاعتداء عليكي او هيتم خطفك، هيتم السرقه، هيتم سرقتك مثلا لو ما نفذتيش ده. يبقى في الحاله دي ايه؟ انا هنا ارادتي معتبره قانونا، يعني انا بارادتي وبكامل قوايا العقليه وانا اللي عملت عمليه التسليم بايه؟ بمزاجي. طب لا يعتد بقى بالتسليم الصادر من صغير غير مميز او من شخص مجنون او من كانت ارادته فيه عيب من عيوب ايه؟ الارادة. هنا ما بيعتدش بالتسليم الصادر ايه؟ منه. طب نقول بقى ثانيا ان يكون التسليم بقصد نقل الحيازة الى المسلم عليه، هنا النية او القصد من التسليم ايه؟ ان انا بنقل حيازتي دي او حيازة الشيء ده الى ايه؟ الى الشخص المسلم اليه، سواء في ذلك الحيازة الكاملة بالتمليك انا بديهوله كله بنقل الحيازة كاملة مني ليه، او حيازة ناقصة اللي هي على سبيل الامانة انا بديهوله مثلا لمدة شهر وبقوله ترجعهولي تاني. تالت حاجة بقى ان يكون التسليم صادر من مالك الشيء او الحائز نفسه. طب اذا كان بقى التسليم قد تم من شخص غير ذي صفة، يعني انا تم التسليم من شخص مش صاحب الحاجة اصلا، فان ذلك لا يمنع من وقوع الاختلاس لان انا بسلم شخص
القلم ده انا بسلمه له اهو، طب هو القلم ده اصلا بتاعي؟ لا، يبقى القلم ده طالما مش بتاعي او الشيء ده مش بتاعي وانا سلمته لشخص تاني، يبقى في الحاله دي ممكن تقع جريمه الاختلاس او السرقه. ليه؟ لان هنا تم التسليم مني انا اللي هو ايه؟ مش ما عنديش صفه او لست ذات ايه؟ صفه. طب التسليم بقى الخطأ، إذا توفرت شروط التسليم الناقل للحيازة بينتفي الاختلاس ولو كان التسليم مبني على إيه؟ على خطأ. ليه؟ لأن هنا عيب الإرادة لا يحول دون توافرها، يعني هنا تم التسليم بناء على إيه؟ خطأ. تعالوا قول مثال يوضحه. أن يسلم المدينة الدين إلى غير دائنه. أنا معايا سندات دين وأنا مفروض عليا ديون ومعايا كمبيالات، جيت سلمت الكمبيالة حصل خطأ في الاسم او انا ما كنتش اعرف الشخص نفسه اللي انا هسلمه له، فلما جيت اسلمه الكمبيالة او ما جيت اسلمه سند الدين سلمته لواحد تاني، هو انا كده في الحالة دي تم صح؟ لا طبعا، هنا تم التسليم ايه او تم سداد الدين ايه لشخص خطأ، يبقى في الحالة دي اسمه التسليم الخطأ. طيب، او ان يسلم ساعي البريد الطرد لمين؟ لواحد غير المرسل اليه. انا جاي لي بريد، انا جاي لي طرد، القلم ده جاي لي في طرد، ساعي البريد عمل ايه؟ بدل ما يسلمه لي سلمه لواحد ساكن في البيت اللي جنبي، يبقى هنا التسليم تم مظبوط؟ لا برضه، هنا التسليم تم ايه؟ خطأ. طيب هنتكلم بعد كده بقى عن التسليم نتيجة الغش. نتيجة الغش يعني ايه؟ انا اوهمتك بان انا صاحبة القلم ده، بناء على ايهامك او بناء على ان انت صدقتني قلت لي طب اتفضلي يا نهى القلم بتاعك اهو، انا رجعت لك القلم، يبقى هنا تم التسليم برضو مظبوط؟ لا، هنا تم نتيجه ايه؟ غش. يعني انا غشيتك او اوهمتك بشيء معين بناء على ان انت صدقتني، تم التسليم. يبقى نشوف التسليم بقى نتيجه غش. يتخذ موقف المتسلم هنا موقف ايجابي بيحمل به المجني عليه على تسليمه ايه؟ للشيء. انا هنا كان موقفي ايجابي، والغش شأنه شأن الخطأ لا ينفي إرادة نقل الحيازة، يعني بيتم بناء عليه إيه؟ نقل الحيازة. لذلك يعد هذا التسليم تسليم نقل للحيازة وبينتفي به إيه؟ الاختلاس. أنا سلمته لك لأن أنت أقنعتني أن أنت صاحب الشيء. طب نشوف مثال. هنا راكب، أنا ركبت عربية، أنا أوهمت الشخص اللي هو بياخد الفلوس، قلت له إيه؟ أنا اديتك 100 جنيه رجع لي بقى الأجرة لو سمحت. هو ايه؟ انا اوهمته، انا اقنعته ان انا اديته 100 جنيه بس انا ما اديتوش حاجه اصلا، انا ما دفعتش الاجره. يبقى في الحاله دي بيحصل ايه؟ هنا تم التسليم نتيجه غش، انا اوهمته بحاجه وبناء عليه هو رد لي الفلوس. هل هنا في سوء نيه منه؟ طبعا في سوء نيه مني، انما في سوء نيه منه، هل هنا يعتبر هو عمل جريمه سرقه؟ لا، بينتفي عنه فعل الاختلاس. ليه؟ لان كان عنده حسن نيه، هو تم التسليم نتيجه ايه؟ نتيجه غش. او اليوهم شخص بان هو عثر على شيء ضائع انه ملكا ليه فيسلمه ليه، زي ما لسه قايلين انا لقيت ساعه في الارض، لقيت موبايل، لقيت اي حاجه، جيت قلت لك ايه؟ الساعه دي بتاعتي على فكره، ده انا كنت راجع ادور عليها دلوقتي. يبقى في الحاله دي ايه؟ انا اوهمتك ان انا بالفعل الساعه اللي وقعت دي بتاعتي، ده انا راجع اهو ادور عليها. هيقوم عامل ايه؟ هيقوم مديهالي. يبقى هنا التسليم تم نتيجه ايه؟ نتيجه غش. التسليم بقى الاضطراري اللي هو ايه؟ التسليم الاضطراري اللي بتفرضه ضرورة التعامل واستمراره بين الناس، يعني أنا مضطرة يتم التعامل بيني وبينك ومضطرة أسلمك الشيء ده، ولا يحول دون قيام الاختلاس. ليه؟ لأن هنا لا يقصد به نقل حيازة الشيء. هنقول مثال. إذا طلب شخص من آخر أوراق بنكنوت، يعني أنا قلت لك إيه؟ وريني الورق اللي معاك ده، ورق الفلوس اللي معاك دي عملة مش مصرية، ممكن أشوفها؟ اداني الورق بحسن نية عشان اشوف الورق، رحت انا واخده الفلوس دي وجريت. يبقى في الحاله دي حصل ايه؟ هو سلمها لي اضطراري نتيجه علاقه عمل بيني وبينه مثلا، او نتيجه علاقه وظيفيه، هو سلمني الشيء ده او سلمني الاوراق دي عشان اشوفها، رحت انا واخداها وجاريه، يبقى هنا هو اضطر يسلمها لي، يبقى هنا بالفعل حصل جريمه ايه؟ اختلاس، لان انا كان عندي النيه ان انا هاخد الشيء ده وهجري بيه او هختلسه او هسرقه، يبقى هنا بالفعل يعتبر ايه؟ حصل جريمه سرقه. تسليم المنقولات بقى الى الخدم والعمال. انا دلوقتي عندي خدم في البيت او عندي مصنع او عندي محل او عندي مثلا مقهى، عندي مطعم، انا عندي عمال شغالين فيه او عندي خدم في البيت، انا بعمل ايه؟ طبيعي الخدم في البيت بسلمهم ايه او بيتعاملوا في ايه؟ بيبقى معاهم ادوات الطهي مثلا، الحاجات اللي موجوده في البيت بيستعملوها. يبقى في الحاله دي انا سلمتها لهم قلت لهم دي ليكوا خالص؟ لا، هما واخدينها على سبيل ايه؟ حيازه ناقصه، اللي هو موجوده معاهم عشان الاستعمال ايه؟ في العمل، انما انا ما بديها لهمش خالص.
كذلك العمال اللي بيكونوا شغالين في اي مكان بيكون الشيء ده معاهم عشان يقوموا بايه بعملهم. هنا بقى لا يقصد رب العمل اللي هو صاحب العمل انه ينقل الحيازة الكاملة او النقصة ليهم، وانما هنا بتكون في حوزتهم على سبيل ايه يد عرضة، يعني هي معاهم بشكل عارض عشان يستخدموها في عملهم، وبمجرد ما ينتهي عملهم الحاجة دي بتاعتي اصلا، يبقى ولا حيازة كاملة ولا حيازة ايه نقصة. طب هنا بقى اذا استولى احدهم على ما في حوزته كان فعله يعتبر ايه اختلاس وبيكون لجريمة ايه السرقة. تاني حاجة محل الجريمة اللي هو المال بقى موضوع السرقة، ليجب أن يكون موضوع السرقة مالا منقولا مملوكا لغير الجاني، ما هو طبيعي لازم تكون السرقة إيه عبارة عن مال منقول ولازم تكون مملوكا لمين لغير الجاني، ما هو زي ما اتفقنا أنا لو جيت خدت القلم ده اللي هو بتاعي وروحت بيه حد هيقول لي انت سرقتي يا نهى؟ محدش هيقول لي كده. ليه؟ لان اساسا الحاجه دي ايه ما هي بتاعتي، ما هي في حوزتي، ما هي ملكي. لكن لو انا لقيت القلم ده هو مش بتاعي او انا شايفه انه بتاع واحده زميلتي مثلا، رحت انا واخده القلم ورحت ماشيه، يبقى في الحاله دي انا عملت ايه، حصلت جريمه سرقه وحصل اختلاس. ليه؟ لان انا خدت شيء مش ايه مش ملكي مش بتاعي، يبقى لازم يكون المال ايه مش ملك الجاني. هناك بقى ثلاثة شروط يجب انها تتوافر في المال محل الاختلاس في جريمة السرقة، وهي لازم اول حاجة ان يكون مال، اتنين ان يكون منقول، تلاتة ان يكون المال المنقول مملوكا لمين للغير، زي ما قلنا ما ينفعش يبقى ليا. هنقول اول حاجة ان يكون مال، يعني ايه بقى تعالوا نوضحها. لا يصلح الشيء محلا للاختلاس اذا كان الا اذا كان ايه عبارة عن مال. طيب وبيقصد بقى بالمال هنا ايه، نوضح كلمة المال، كل شيء يمكن أن يكون محلا لحق من الحقوق المالية ويجب أن يكون هذا الشيء ليه قيمة، يعني شيء فعلا ليه قيمة أو شيء ليه شيء ليه قيمته أو شيء غالي أو شيء ثمين عشان أقدر بناء عليه أقول إن إيه إن تم السرقة أو تم إيه الاختلاس. اتنين أن يكون المال منقولا، بالتالي لا يصلح العقار كمحل للاختلاس في السرقة لأنه ثابت في الأرض ولا يمكن نقله. تعالوا هنا نقول جزئية مهمة قوي، ايه هي؟ هل ينفع دلوقتي أو الاقي عمارة قدامي، الاقي شقة، الاقي مطعم، الاقي قطعة ارض، اشيل قطعة الارض دي وامشي بيها واقول ان انا سرقتها؟ لا. ليه؟ هل قطعة الارض دي او البيت او العمارة ينفع اساسا تتشال؟ لا. ليه؟ لان ده عقار ثابت في الارض، انما الشيء المنقول اللي ممكن نقله من مكان لمكان ويمكن الحركة بيه هو ده اللي ينفع يتم عليه النقل. طب في جزئية مهمة بقى، لو انا دلوقتي عندي قطعة ارض انا حاطة فيها ادوات لحراسة الارض او للزراعة، الادوات دي تم سرقتها، مش هي تم سرقتها هو من العقار؟ انما هي كانت مخصصة للعمل ايه او لان انا استخدمها في هذا العقار اللي هو ايه الشيء اللي هو الثابت اللي هي قطعة الارض، يبقى هنا بالفعل هيتم عليه جريمة ايه السرقة. طب هنا بقى المنقول في القانون الجنائي بيختلف عنه في القانون المدني ازاي؟ المشرع هنا الجنائي قال لي او اعطى له معنى اكثر اتساعا، ازاي؟ قال لي ان بيشمل كل شيء يمكن نقله من مكان الى اخر بفعل الجاني، يعني بيتم اخراجه من حيازتي لحيازته، الشيء ده تم نقله واخراجه من حيازتي لايه لحيازته، يبقى هنا المشرع قال ان اي شيء يتم نقله من حيازتي الى حيازه الجاني هو ده اللي بيعتبر ايه مال محل السرقه. طب هنقول مثال بقى، يعتبر منقولا العقار بالتخصيص المثال اللي احنا لسه قايلينه دلوقتي، ان تم عبارة في ادوات زراعية مخصصة لزراعة الارض، او لو كانت شقة مثلا فيها ابواب او فيها النوافذ اللي هي الشباك، طبعا دي بتكون متصلة بالعقار ما هي موجودة في العقار، اذا تم سرقتها هنا اذا تم اخذها بيقع ايه بتقع جريمة السرقة. طيب الافكار بقى المعنوية او المخترعات او الحقوق العينية، هل هنا بيقع عليها جريمة السرقة؟ لا. ليه؟ لانها حقوق معنوية، يعني انا لو اخترعت حاجة، لو كان في عندي حق عيني او كان عندي فكرة، لو حد استعان بيها او حد خدها مني دي ما تعتبرش عملية سرقة. ليه؟ لانها تعتبر ايه حقوق معنوية. ثلاثة بقى أن يكون المال المنقول مملوكا للغير، زي ما قلنا من شوية لازم يكون الشيء ده مش ملكي عشان أقدر أسرقه. امتى بيتحقق ده بقى؟ امتى؟ بعدم ملكية الجاني للمال وان يتم ثبوت ملكيته لمين؟ للغير، ولو كان هذا الغير ايه مجهول، حتى لو كان الغير ده انا معرفوش، مجرد ان انا خدت الشيء ده وحطيته في حيازتي وقلت ان انا هاخده وهستعمله وهيبقى بتاعي، يبقى هنا انا نقلت الحيازة منه ليا حتى لو انا معرفش مين هو ايه المالك.
ايه بقى المال المفقود؟ المال المفقود هو المال الذي يفقده المالك ويكون له الحق في استرداده. مثلا انا المحفظة بتاعتي وقعت، هل انا قلت ايه؟ لا خلاص انا مش هدور عليها بقى، انا مش عايزه المحفظه، المحفظه خلاص انا مش محتاجاها. لا طبعا، بتفضل ملكي او بتفضل على ذمتي او بتفضل على حوزتي لحد اما ايه؟ لحد اما الاقي المحفظه بتاعتي او الساعه بتاعتي او الموبايل بتاعي. يبقى هل هنا بتخرج من ذمتي؟ هي خرجت من ذمتي بشكل مؤقت لانها بالفعل فقدت مني. يبقى في الحاله دي هو المال اللي فقد مني ولكن بيفضل بتاعي، لازم بعد كده ادور عليه، او لو نعرف دلوقتي ان لو حد لقاه ما تجابهليش ايه العقوبة اللي بتوقع عليه. طيب اذا التقط بقى الجاني الشيء المفقود بنية التملك، انا لقيت القلم ده واقع مفقود، انا مش عارفة هو صاحبه، خدته وقلت انا هاخده ليا مش هدور على صاحبه، نشوف هنا العقاب ايه. استقر الفقه والقضاء على ان هي يعتبر فعله ايه؟ جريمة سرقة، لان الشيء المفقود بيظل ايه؟ على ملكية صاحبه. زي ما لسه قايلين، القلم ده بيفضل على ملكي او على ملكيتي لحد ما انا الاقيه او لحد ما اعثر عليه مرة تانية. يبقى في الحالة دي لو انا لقيته ومقول، لو انا هو اللي لقيت ده في الشارع، في الحالة دي لو انا ما دورتش على صاحبه، او هنعرف دلوقتي ان انا بسلمه لجهات معينة وانا خدته وقلت ان انا هتملكه، بيعاقب عليه ايه؟ القانون. ليه بقى؟ لان المالك وان قد افتقد العنصر المادي للحيازة، انا هو ده الشيء ما بقاش في حيازتي دلوقتي، اي السيطرة المادية على الشيء ده اللي هو فقد مني، الا انه لا يزال لديه العنصر المعنوي اللي هو ايه؟ ان انا عندي نية الاسترداد. ما انا لو لقيت المحفظة هقول لا خلاص انا مش عايزها؟ لا، هقول ايه؟ انا عندي نية ان انا استردها تاني لما ايه؟ لما الاقيها. طيب نص بقى المشرع هنا في المادة 321 مقرر عين مضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 على ايه؟ على ان كل شخص بيعصر، يعني بيلاقي على شيء او حيوان فاقد، يعني شيء مفقود ولم يرده الى صاحبه، متى تيسر ذلك؟ لو انا عارفة صاحبه برده له. طب لو انا مش عارفاه بسلمه لأقرب مقر شرطة أو لجهة الإدارة زي الحي مثلا خلال إيه؟ خلال 3 أيام من التاريخ اللي أنا لقيته فيه. أنا لقيته النهاردة، معايا 3 أيام لازم أسلمه لمقر الشرطة أو إيه؟ جهة الإدارة. طيب يبقى أنا بقى لو ما عملتش كده وقلت إن أنا هدخله في حيازتي أو هتملكه، هنا المشرع بيقول لي بيعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تتجاوز كام؟ 2 سنين إذا احتبسوا بنية إيه؟ تملكه. طب اذا بقى احتبسوا بعد انقضاء الفترة دي اللي هي بعد 3 ايام بغير نية التملك، انا برضو ما كانش عندي نية التملك، هنا العقوبة الغرامة التي لا تجاوز ايه؟ 100 جنيه. طب الكنوز بقى والاثار، يعني ايه الكنز؟ وهنعرف دلوقتي الكنز وبعد كده الاثار. الكنز هي الاموال التي يعثر عليها مدفونة او مخبأة في باطن الارض، وما فيش اي حد يستطيع ان هو يثبت ايه؟ ملكيته ليها. احنا لقينا اثار، لقينا كنز، او لقينا حاجات موجودة ايه؟ مثلا لقيت ذهب، لقيت مشغولات مثلا ذهبية، فضيات، لقيت حاجات اسمها كنوز مخبأة فين؟ تحت باطن الارض. احنا مش عارفين هي بتاعت مين. طيب هنا بقى القانون المدني بيحدد لي مين اللي بتقول اليه ملكية، يعني مين اللي بترجع اليه ملكية هذه الكنوز. بيقول لي استقر ملكيتها اللي هو القانون المدني لمالك العقار اللي هو مالك البيت اللي وجدت فيه هذه الكنوز، او لمالك الرقبة اللي وجد ايه؟ اللي وجد عنده هذه الكنوز. طب اذا عثر بقى عليه في ارض موقوفة، هنا بتكون ملكا للشخص الواقف او مين؟ او الورثة اذا كان هو توفى، يبقى مين ملك لمين؟ للورثة بتوعه. طب تعالوا بقى مع بعض نعرف الاثار. الاثار هي الاشياء اللي ليها قيمة تاريخية، زي اسلحة معينة مثلا من عصور قديمة، او التماثيل او النقوش، دي بتكون ايه؟ اسمها اثار، لان ليها تاريخ او ليها قيمة للدولة. هنا بترجع الى ايه؟ بترجع طبعا للعهود القديمة لايه؟ للدولة. طب الاثار دي بقى في جميع الاحوال بتعتبر مملوكة لمين؟ للدولة، بمجرد ما يتم اكتشافها، ما ينفعش استولى عليها. طب لو انا بقى استوليت عليها، على الاموال دي اللي هي المكنوزة، او عثر على اي من الاثار المملوكة للدولة واستولى عليها الجاني، ايه اللي بيحصل ساعتها؟ هنا بيعتبر ارتكب لجريمة ايه؟ السرقة. طب مال بقى يعد مالا مملوكا للغير. بيقول لي ايه؟ اذا لم يكن المال موضوع الاختلاس مملوكا لغير الجاني، هنا لا تقوم جريمة السرقة. يبقى لو كان المال موضوع الاختلاس مملوك لغير الجاني، هنا مش هيبقى فيه جريمة سرقة.
وبذلك لا يصح المال محل للاختلاس في حالات معينة نقولهم مع بعض. أول حاجة استيلاء الشخص على مال مملوك ليه. لا تقع جريمة السرقة إذا كان المال مملوك للمتهم، دي إحنا عارفينها طبيعي. أنا المال بتاعي لو أنا خدته يبقى ما تقعش جريمة سرقة، ما أنا خدت المال بتاعي أو فلوسي، ولو كان يعتقد وقت اختلاسه إن هو مملوك للغير. زي مثلا أنا خدت فلوس، خدت 1000 جنيه، بس أنا ما كنتش أعرف إن الفلوس دي هتبقى ميراث ليا، يبقى أنا خدت 1000 جنيه، هنا مش هتقع جريمة السرقة ليه أو الاختلاس ليه؟ لأن أنا خدت مال مملوك ليا بالفعل، على الرغم من إن أنا ما كنتش أعرف وقت الاختلاس إن دي إيه؟ ملكي أو فلوسي. يبقى المال هنا بينتقل ليا بالفعل لأن هو يعتبر مال إيه؟ جالي عن طريق الميراث. كذلك ما بتقعش بقى الجريمة هنا امتى؟ اذا استولى المالك على مال مملوك له ولو كان في حيازة غيره. هنقول مثال المؤجر اللي بيسترد المال بتاعه عنوة، يعني بالقوة او بالعافية من المستأجر. انا جيت للمستأجر بتاعي، في واحد مؤجر مني الشقة، مؤجر مني المصنع المحل، جيت قلت له ايه؟ انا عايز الايجار. ما بيدينيش. انا عايزه الايجار، ما بيدينيش. في الحاله دي ابقى عامله ايه؟ باخد منه الفلوس بالعافيه. يبقى انا هنا خدت الفلوس دي ايه؟ حقي ولا مش حقي؟ الفلوس دي حقي، يبقى هنا لا تقع جريمه ايه؟ السرقه. او المودع الذي بينتزع وديعته من ايه؟ من المودع لديه. طب استثنى بقى المشرع 3 حالات يمكن فيها وقوع جريمه السرقه من المالك، على الرغم من انه هو المالك على هذه الاموال. امتى؟ إذا اختلس المالك للأشياء المحجوز عليها قضائيا، زي ما احنا خدنا قبل كده إن مثلا أنا تم مثلا كان عليا ديون أنا ما سددتهاش ومعيش فلوس، ففي الحالة دي إيه اللي بيحصل؟ بيتم الحجز على أموالي كلها، اتحجز بقى على شقتي، على عربيتي، على المصنع بتاعي. في الحالة دي ينفع بقى وما أنا واخدة الشقة دي وبايعها؟ هنا تعتبر جريمة سرقة، هنا بالفعل تم اختلاس. ليه؟ لأن المال ده هو ملكي، إنما تم الحجز عليه بناء على إيه؟ بناء على أمر قضائي أو أمر إيه؟ إداري. طب إذا تم بقى اختلاس المالك للأشياء المنقولة التي رهنها لدين عليه. أنا دلوقتي عليا دين، جيت قلت لك إيه؟ طيب خد مثلا المشغولات الذهبية بتاعتي دي، اديته مثلا خاتم وحلق وسلسلة، قلت له خدهم رهن عندك لحد ما يجي ميعاد تسديد الدين، لو ما سددتش خد الحاجة الذهب دي، انما لو سددت ردها لي. يبقى في الحالة دي انا اديت له ايه؟ اديته شيء منقول برهن بيه او بخليه له رهن عشان ايه؟ عشان اسد الدين اللي عليا. طيب لو انا في الحالة دي خدت الشيء ده رحت راحة واخدة منه الذهب ده، يبقى هنا تمت جريمة اختلاس او تمت جريمة سرقة، مع انه فلوسي او مع انه مالي او مع انه ملكي، انما هنا انا كنت حطاه على سبيل ايه؟ الرهن. طب اذا قدم بقى او سلم للمحكمه اثناء تحقيق قضيه سند او ورقه. انا اثناء التحقيق في القضيه اللي انا عضو فيها او اللي انا طرف فيها، سواء كان مجاني او مجني عليه، سواء دائن او مدين، ايا كان انا طرف في القضيه، يبقى في الحاله دي انا سلمت اوراق او سلمت اشياء كده، بعد كده رحت انا عامله ايه؟ خدتها. يبقى في الحاله دي انا عملت ايه؟ بالفعل تم جريمة سرقة أو اختلاس، على الرغم برضو من إن الشيء ده بتاعي، إن في الحالة دي أنا ما كانش من حقي إن أنا إيه؟ أخده. 2 بقى عندي حاجة اسمها الأموال المباحة، هي الأموال اللي موجودة في الأرض، أنا لقيت ده شيء أهو، المال ده مباح، أنا بقى إيه؟ هنا بقى بيرجع لنيتي أنا، نية نهى. أنا لما جيت أسيب القلم ده قلت إيه؟ هو وقع مني؟ هو ضاع مني؟ هو اتسرق مني؟ لا، ده أنا اللي سايباه، اللي عايز ياخده ياخده. يبقى في الحالة دي اسمه ايه؟ مال مباح. هنا بيرجع لنيتي انا، انا نيتي ان انا سايباه، اللي خده هقول له انت سرقت؟ لا، مش هقول له انت سرقت، لان انا كانت نيتي ايه؟ ان انا اللي سايبه المال ده او انا اللي تركته، وانا بدي الحق لاي حد ان هو ايه؟ ان هو ياخده. يبقى هي الاموال التي لا مالك لها والتي يمكن تملكها بوضع ايه؟ اليد عليها، يعني مجرد ما تم وضع اليد على الشيء ده تم تملكه، وبالتالي الاستيلاء على هذه الاموال لا يتصور، يعني ما بيحصلش ان تقع ايه؟ به جريمة السرقة. زي ما لسه قايلين اهو، انا لقيت الخاتم ده، لقيت الـ الحاجة دي موجودة في الشارع، محدش مثلا ملهاش صاحب، متروكة، يبقى في الحالة دي انا ايه؟ انا خدتها. إذ هي وسيلة مشروعة لاكتساب الملكية زي اللآلئ والأصداف إيه؟ في البحار.
طب الأشياء بقى المتروكة أو المهملة هي الأشياء اللي بيتركها صاحبها بنية التخلي عن إيه؟ عن ملكيتها، فبتصبح بذلك غير مملوكة لأحد. زي إيه؟ أنا رميت شيء بتاعي، أو رميت الملابس بتاعتي، أو رميت بقايا الطعام. يبقى هنرجع تاني للأشياء الأموال المباحة زي القارئ والأصداف والبحار، دي أشياء ملهاش صاحب أو إحنا مش عارفين مين الملك بتاعها، يبقى الاستيلاء عليها أو إن أنا أخدها ما يعتبرش جريمة إيه؟ سرقة. اما اللي كنت لسه بقول لكم عليه اللي هو الاشياء المتروكه او ايه او المهمله، العبره هنا بقى بايه؟ بحقيقه قصد المتخلي اللي هو نيتي، وهي ان انا بتنازل عن الشيء ده او بتركه ولا اعتبار لمين، لما يدور في ذهن الشخص اللي خده او الجاني اللي هو خد ايه الشيء. انا ماليش علاقه بنيتك، انا ليا علاقه بايه؟ بنيتي انا. وبالتالي تأخذ الأشياء المتروكة حكم الأموال المباحة التي لا مالك لها، زي ما لسه قايلين من شوية، هنا بتعتبر ملك لأول شخص إيه؟ بيضع يده عليها. طب الركن المعنوي بقى نقوله مع بعض كده بسرعة، اللي هو القصد الجنائي، جريمة السرقة من الجرائم العمدية اللي بيتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي، وهو يقوم على عنصري العلم والإرادة زي ما قلنا، المنصرفين إلى كافة ماديات الجريمة. واحد، يجب أن يكون الجاني عالما بأنه يقوم بفعل الاختلاس به، يجب أن يتوافر لدى الجاني قصد خاص بيتمثل في إيه؟ في إرادة الاختلاس. طيب النقطتين دول إن شاء الله هنشرحهم مع بعض بإذن الله المرة الجاية، وهنكمل جريمة السرقة باقي فيها بإذن الله جزء صغير جدا، وبعد كده هناخد مع بعض إن شاء الله جريمة النصب وجريمة الخيانة الأمانة، وبكده نبقى خلصنا إن شاء الله جرائم الاعتداء على الأموال. بتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا من شرح النهارده ومن المراجعه بتاعتنا اللي احنا عملناها في الاول. زي ما احنا متعودين بستنى منكم اي استفسار او اي سؤال على موقع قناه مصر للتعليم الفني، على الفيديوهات بتاعتنا اللي بتنزل على اليوتيوب في اي ماده، اسالوني في اي سؤال، او على موقع قناه مصر للتعليم الفني على الفيسبوك او على التليجرام، وان شاء الله هرد على اي سؤال ليكم في اي وقت باذن الله وباستفاضة، وهشرح لكم بإذن الله اللي انتوا عايزينه. بتمنى لكم من كل قلبي إن شاء الله النجاح والتوفيق، وإلى اللقاء.